بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وحبايبي من قناة أكلات أم محمود. أنا بشكركم جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم ليا وتعليقاتكم الحلوة الجميلة اللي بتكتبوها لي وبتفرحني، وإن شاء الله يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم وأعمل لكم فيديوهات أحلى وأحلى يا رب كده إن شاء الله. وبس ما تنسونيش في اللايكات والشير وتفعيل الجرس، واللي بيشترك لأول مرة ما ينساش إن هو يفعل الجرس عشان يوصل له مننا كل جديد إن شاء الله. والنهاردة هنعمل حاجة خفيفة وحلوة، وهي بتنفح في الصيف وبتنفح في أي وقت ما عندك ضيف على غفلة. بتعملي الطبق ده تحلية باردة وسريعة، مش بتاخد وقت ولا أي حاجة، وبيحبوه أولادنا في الصيف بالذات. وأنا هعمل لكم قلنا المهلبية بالجلي، يعني أنا مش هعمل جلي سادة، لا أنا هعمل الجلي ده عبارة عن مهلبية، يعني هنضيف له نشا. يعني أنا معايا دلوقتي البقوي الجلي ده، إحنا بنحط له كوبايتين مية، بياخد كوبايتين مية. إحنا هنعمله عبارة عن مهلبية، يعني إحنا بدل ما هنحط كوبايتين هنحط 3 كوبايات عشان خاطر إيه هنضيف له نشا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كوباية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وهي وادي ايه وادي الثانيه، تمام. الثالثه دي هدوب فيها النشا. انا هنزل هنا عليها ببقوي الجلي وهو بارد، يعني الميه بارده، انا ما حطيتش حاجه لسه على النار، تمام. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على، تمام. نضيف الكوباية بالمرة الثالثة، اهي الكوباية الثالثة، تمام كده 3 كوبايات، يعني هما كوبايتين اساسا بياخدهم الجلي. الكوباية الثالثة انا ضفتها عشان خاطر هنضيف له نشا وهنضيف سكر، وطبعا السكر ده يرجع لك انت حسب التحلية اللي انت عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هحط ملعقتين، ولو كان عايز سكر تاني انا هحط، وانت برضه حسب احتياجك انت. وادي معايا النشا، تمام. احط ملعقتين، بسم الله الرحمن الرحيم، كبيره اهو زي ما انت شايفه اهو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو. وهدوبهم وهم ايه باردين قبل ما احطهم على النار، تمام. بعد كده هولع عليهم البوتاجاز اهو، هدوبهم هم باردين على البارد، وهدوب طبعا انا ايه السكر، وطبعا التحليه دي ترجع لك انت حسب انت ما عايزاه، حلو تضيفي له سكر، لا مقداره حلو يبقى خلاص. السكر ده يرجع لكل واحد حسب التحلية اللي بيحبها، تمام. واقعد طبعا اقلب عشان خاطر النشا اللي انا حطاه. طبعا الطبق ده حلو خالص في الصيف، جميل وهو بارد، طبعا بتحطيه في الثلاجة واولادنا بيحبوا الحاجة الباردة، وبعد كده سريع مش بياخد منك وقت ولا اي حاجة. هنبتدي ننزل عليه هنا بذرة فانيليا، لو عندك ماء زهر ماشي، عندك فانيليا اهو عشان مركزة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده انت عارفة الصيف بيحب الحاجات اللي هي ايه الحاجات الباردة، زي العصاير زي المهلبيات زي اي حاجة ساقعة، زي الايس كريم برضه بيحبوها اولادنا. يعني ان شاء الله باذن الله هعمل لكم برضه الايس كريم ان شاء الله بطريقه حلوه باذن الله، هتعجبكم بتعجب اولادكم باذن الله ان شاء الله. وطبعا رمضان داخل، كل سنه وانتم طيبين، برضه بيحب الحاجه اللي هي الحاجات البارده دي، فان شاء الله باذن الله تعجبكم. انا هذوب التحليه كده اشوف السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، حلو جميل طعمه. ليه؟ لان الجلي اساسا فيه سكر، فانا حطيت سكر عشان خاطر النشا اللي حطيته وكوبايه الميه الزياده اللي انا حطيتها.
فان شاء الله باذن الله جربيه، ولو عايزه تضعفي الكميه ضعفيها، يعني بدل ما انت بتحطي باكو ممكن تحطي باكوين. نوع غير الفراوله، يعني في انواع كتير، في مانجا، في كذا نوع من الجيلي، تحطي براحتك انت اللي تختاريه اللي تحبيه اعمليه لاولادك، وان شاء الله هيعجبك. ولو عجبك ان شاء الله ما تنسينيش في اللايكات والشير وتفعيل الجرس. فانا بحبكم جدا في الله، طبعا هو ايه لازم تبقى ايدك على طول باستمرار في التقليب عشان خاطر ايه ما يزغمتش معانا وما يتكحش عشان خاطر النشا اللي فيه. طبعا انتوا عارفين الجيلي هو لوحده بيجمد، بس بيقعد فتره كبيره في الثلاجه. بس المهله انا معاكم زي ما انتوا شايفين اهو بجمد، بس انا للامانه حطيت نص ملعقه نشا زياده، لان ايه يبقى كده انا حاطه ملعقتين ونص نشا على ايه الثلاث كوبايات اللي انا حطيتهم. خلاص دلوقتي هو غلى وهبتدي اصب معاكم اهو اهو زي ما انتم شايفين، وبعد كده ايه هنطفي عليه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم عشان سخن طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن تفضي في اي طباقه عاديه عشان خاطر ال اهو تزودي بعد كده، عندك اي طبقة تضيفي فيها اهو. اجيب طبق تاني انا واحط فيه تمام اهو اهو، بيعمل كمية حلوة يعني معقولة. وبعد كده عندك عايزة تشكلي باي حاجة، عندك موز، عندك فول، ما عندك جوز هند، عندك اي حاجة عايزة تشكلي بيها الوش ما فيش مانع اهو. هيجمد طبعا عشان هو سخن دلوقتي، لكن انما بعد كده عندما برد شوية هتلاقي ايه جمد، وتلاقي ايه نفسه. وحتى لو حطيتي عليه المكسرات وهو بارد هيبقى ايه ماسك نفسه، هو غطست عشان خاطر سخن، لكن انما عندما برد هيجمد. وتقدر تحطي تضيفي له ايه اي مكسرات بتحطيهم تمام. وادي يعتبر ايه الشكل النهائي، بس انا امسح هنا عشان خاطر ايه الشكل النهائي حبايبي طبعا بعد ما خلص. وارجو انك تجربيه، وان شاء الله لو عجبك ما تنسينيش في اللايكات والشير وتفعيل الجرس، وان شاء الله نعمل معاكم اطباق احلى واحلى باذن الله. جاي الصيف وجاي شهر رمضان بيحب الحاجات الحلوة طبعا والحاجات الباردة، فإن شاء الله بإذن الله يعجبك تعمليه إن شاء الله ويعجبك. ومتنسنيش في اللايكات والشير وتفعيل الجرس، وأنا بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى